3, 2, 1, go! 3. Nice view. أجمل التحايا لكم أينما كنتم من مدينة طنجة. طبعا كان من الضروري والإلزامي زيارة شمال المغرب، لأن هناك العديد من المتابعين من شمال المغرب، خصوصا طنجة، تطوان، المضيق. تحية إلى ساكنة شمال المغرب دون استثناء. في الوقت الحالي جل الأبراج على موعد مع حدث فلكي، وهو الكسوف الذي سيحصل في يوم 10 من حزيران، يوم 10 يونيو من هذا الشهر. هذا الكسوف سيكون بمثابة يعني طاقة إيجابية لبعض الأبراج، منها مثلا برج الجوزاء والسرطان مثلا والأبراج النارية، حتى أنه سيكون يعني نهاية لأمور كانت تضيق خناق هذه الأبراج، يعني أمور لها علاقة بمشاكل صحية أو حتى أسحار يعني ماورائيات. كما تعلمون الكسوف يبطل السحر يعني إلى حد ما، لأن حاليا الملاحظ هو أن طاقة الأسحار ارتفعت كثيرا جدا. طبعا وبالتأكيد طاقة الأسحار ارتفعت كثيرا لأن الطاقة السلبية طغت مع إقفال المساجد وإلغاء الحج، خفت الطاقة الإيجابية فطغت الطاقة السلبية التي تتغذى عليها الأرواح الخبيثة أو يعني الشياطين وهكذا، يعني تتغذى على الطاقة السلبية يعني أينما وجدت اجتمعوا حولها. لهذا ستلاحظون أن طاقة السحر ارتفعت، وستلاحظون حالات سحر عديدة يعني عند المشاهير وفي الوسط الفني وغير الوسط الفني في المجتمع بشكل عام، بعد أن كانت خفت في السنوات السابقة. مبدئيا الكسوف يبطل السحر أو يخفف منه، هذا من إيجابيات الكسوف. من إيجابيات الكسوف والخسوف معا، ليس فقط الكسوف، يعني الكسوف والخسوف معا. منظر جميل من عروس الشمال وجو صحوي ينبئ بصيف جميل. موضوع آخر لم أتطرق إليه لا أجده مهما، هو إلقاء القبض على سيدهارت بيتاني بتهمة المخدرات وليس بتهمة قتل سوشانت. يعني قضية الراحل سوشانت تعود مجددا بموضوع إلقاء القبض على سيدهارت بيتاني في إطار المخدرات. NCB ألقت القبض على سيدهارت منذ يومين، كان يعتبر رفيقا في السكن لسوشانت، لكن البعض يقول أنه كان مجرد خادما له أو مسؤول عن طلباته كما يقال، يعني أو مدبر بالمنزل. كان هذا هو الخبر الذي ظهر في القضية مجددا، لكن لا يعني شيء صراحة. يعني إلقاء القبض على شخص في المخدرات يعني هذا موضوع عادي، يعني الأغلبية يتعاطون المخدرات وألقي القبض عليه، ماذا يفيد في القضية؟ لا شيء يعني. تحياتي إلى كل المتابعين بجهة الشمال، أتمنى لكم صيفا سعيدا إن شاء الله. تقبلوا خالص التحيات.